طيب يا جماعة، احنا وصلنا لليفل حلو مع بعضينا في داينج لايت الجزء الثاني. رحت المكان اللطيف ده، الراجل العظيم ده قال لي انقذني، موت لي كل الزومبيز. وانا هقول لك السر، كان في واحد قابلته كده من فترة كده قال لي ان اتمسك ان هو بيبيع مية مسمومة، فمحدش عارف بقى الراجل ده بقى فعلا بيبيع كده ولا ايه الموضوع. قال لي هتروح عند ده هتعرف منه كل حاجة. فانا رحت عشان اسأله، قال لي طيب خلصني من الزومبيز وانا اقول لك كل حاجة انت عايز تعرفها. خلصت الزومبيز. اه بيسأل على المية. اهو It was an accident, okay? An accident. It's because of these goddamn thieves. Thieves? They're always stealing my water. I can't take it anymore. So I decided to set the trap. So you deliberately poisoned the water to kill the bandits? كان عايز يموت هم الناس اللي بيجوا ينصبوا ويسرقوا دول، فسمم الميه. دي غريبه شويه يعني، طبعا انت ممكن تقتل ناس حرام، ناس عاديه. The whole tub fucking ruined. But then I got this idea. Why don't I teach these bastards a lesson? So I filled some bottles with the zombie water, sent them out where they'd be easy to see. They were never supposed to make it into the bazaar. Guess I was sauced up and accidentally sold a few bottles to Julian. Look, I'll give you all the flour I got. I'll even throw something extra. Just don't tell anybody. I'd be ruined. Don't blame Julian and he'll hang. Don't you worry about Julian. A weasel like him will find a way to weasel out of it. And if not, then that's one weasel less in the world. Man. So, we got a deal? لا طبعا، انا لازم اقول الحقيقة طبعا. سوري، انا اسف يا نجم النجوم. Just be honest and tell your story to the bazaar. It was an accident. You nuts! No one would buy even a drop of water from me ever again! I won't let Julian hang for something he didn't do. Fuck Julian! I got my own skin to save. So that's a story you ain't going to tell. الله، طب تعالى لي بقى انت. ايه الالم؟ طب خد، مع السلامة. سهل، انا معايا سلاح مطوره جدا. انت اتجننت ولا ايه؟ بس خدت منه دي في الاخر. ماشي، عايز يكذب وعايز يموت الراجل وعايز قليل الادب كمان. لا تعالى لي بقى. تعال نروح بقى ناحيه رقم 2، نفتح باب ونخرج ونروح عند رقم 2. مساء الخير يا فندم، انا وسام. تعالى كده نحكي لك بالمره. بس يلا بالسلامه. طيب هو في حد هنا يا جماعه المفروض هننقذه او هنعمل حاجه؟ ابعد ابعد ابعد، عايزين نلحق الراجل ده. هو راح فين؟ مسك الحرامي بس دول كتير. تعال بس كده، خدنا منه الحاجة. يلا بالسلام. ايه ده؟ بس تاني ولا ايه؟ الله الله الله. انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت زومبي ولا بني ادمين؟ وزحمه شويه في حته هنا ممكن نفتحها تبقى سيف هاوس حلوه دي. تعال يا حبيبي. يا نهار ابيض، ده انا فكرت دماغه يا جماعه. يا نهار ابيض، لا الضربه كانت في الجون دي. لا 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 لا، هو لسه عايش ولا ايه؟ تعال انت كمان. السلام عليك، انا اتبهدلت خالص يا جماعه. طيب انا هحتاج كتاب. انت متعصب ليه؟ تعال. باي باي، السلام. معاك اي مصلحة؟ انت كمان متعصب ليه؟ بس ايه، قبل اطوع بقى قبل منك الحاجة. طيب المهم بقى يا جماعة، ان هما مدام دول كده كان في ناس كانوا مين بقى ده؟ عامل دوشة ليه؟ عامل دوشة ليه؟ عامل دوشة ليه؟ ده متعب أوي يا أخي.
تعالى بقى. حلو. طيب استنوا بقى، هنا المفروض في كده حتة في الأرض دي اللي أنا باخد منها الأسلحة والحاجة وبتاع، صح؟ أما فين طيب؟ حطيناها فين؟ وفي كتاب أهو. حلو، نروح نزود الهيلث ببلاش. سلام. أنا أطلع أستخبى ونعمل ننط عليهم من فوق، نعمل تكنيك كده. هما كده كده السريخة دي هتلم عليهم في الزومبيز. انزل تحت على طول، ده ينزل تحت. تعال يا حبيبي، تعال تعال. ده انت اللي بتاع اللي انا عايزه. هذا الراجل ده جامد شكله. الواقف في الارض تقريبا من الناس اللي كانت سرقه ولا ايه؟ اوبا، في حد ولا ايه؟ انت عامل دوشه ليه؟ تعال. طيب انا اقول لك حاجه، بس كده انت تطلع بقى الحاجات الغريبه اللي عندك دي تخلص. بابا خطوني والله. سلام. عايز الم بس التاني 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 كان مهم بالنسبه لي. ده مطر يا عم. طيب ده هناخد منه حاجات حلوه كويس، خدنا منه جزمه. هنا بقى ده مهم، ناخد دول اهو. uncommon plain hoodie. ابو فين الكتاب؟ هنطلع بس عند الكتاب يا جماعه بعد اذنكم. فين؟ ايوه مساء الخير، ازيكم يا رجاله. هاي اهلا وسهلا. نقعد بقى هنا نملى شويه. دولنا يا جماعه كده 5 دقايق بس، لا 5 دقايق دقيقتين بس بالكتير يعني. وتعالوا نشوف. Then I got here in 2024. I was young. All my short life, I'd lived in this little town. But eventually, like everyone else, I had to flee. We heard the Villador was still taking people in. We walked for 40 days and 40 nights. Then we got here. They had just closed the gates. So we camped outside the walls like thousands of other people. Infected swarmed us. We fought them off with rocks during the day. At night, ممتاز. They got more dangerous. يلا بينا يا جماعه. Sometimes it's معلش انا اسف بحرك هكمل الحوار بتاعك ده، انا عندي حاجات تانيه مهمه. معلش انا اسف، طبعا ممكن اكون بيجح شويه. طيب هو المفروض ان انا عندي 2 فايند هانز وعندي دي اكيد لازم اقول لهم ريبورت باك تو ذا بازار. لا خلينا نروح لهاينز الاول. هانز مين؟ هانز. الحمد لله. بالسلامة. بالسلام يا جماعة. مقص طاير في الهواء زائد كسر الرقبة تنزل، احس ان انا في المصارعة الحرة. السلام علي. في هنا حاجة برضو، في مصلحة هنا. ايه بعيد عليا شوية ثانية برضه، انا بعمل حاجات غريبة ساعات. ساعات ببقى واثق من نفسي بزر انا. اوب اوب سلام. اطلع 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 اطلع، تقدر تعملها، تقدر تقدر. يلا يا سلام. بص ده في 3 هنا، 3 يا جماعة. مساء الخير، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بس يا حبيبي بس انا فين استنى بس. هذا بتاع ماشي في صندوق اصلي. خلصنا
نخلص شوية بقى أسرع شوية. سيرش 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 خدنا منه فلوس حلو اهو. ميديوم اوكي. سيكا لا سيكا شمال بس خلاص خلاص. اوه سلاح حلو شكله ده. ماينس 40 من اللي انا ماسكه. هو اكتر من ده عامة انا هاخده كده كده مش هيفرق. ماشي طيب هو احنا عندنا حاجة محتاجين نعملها. بص كده بص سريع. ماشي هو هنا في منطقة قريبة اهي 83 في اتجاهي برضو للأستاذ العظيم. لا ده انا عامل دوشة لو وقعت. حلو ماشي مساء الخير زي ما انتوا زي ما استمر استمر نطلع فوق ونجري نكمل 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 نكمل. اوبا اوب اطلع. ايوه كده دي المفروض نفتحها. طيب هنطلع من هنا وبعدين نشوف نكتشف والليل جاي. الليل جاي يا جماعه. همسك فاني همسك فريزا. الاستامينا الاستامينا. ايوه بقى اطلع فوق بسرعه. الحمد لله لحقت قبل الاستامينا. ياه الاستامينا كانت هتخلص كنت انا هقع. اطلع اطلع برافو اطلع السلم. يلا فين بقى هي هنا كفايه بقى. ايوه بقى هي هنا هي. ايوه بقى ايوه بقى اكتيفيت خلاص دي هتبقى سيف هاوس كده زون سيف زون قصدي او سيف هاوس. كان في تالت سيزون الاولاني الجزء الاولاني من اللعبه كان اسمها سيف هاوس. بس كده خلاص اتاخدت دي كده امان. ننزل بقى كده في حاجة المفروض نعملها تاني. في صدقوا حاجة اتظهرت بقى. في تاني ده اوضة في مليان. طيب فين بقى العلامة؟ لا دي 420 دي 91. ايوه هي 91 دي اللي عايزها عشان نروح لهانز. لك روح قابل هانز بقى. لا خطر ده في انتحار دي. كده الليل جه ولا ايه؟ فين؟ تحت هنا؟ اوكي مساء الخير يا رجاله. فين بقى مدخلك انت؟ انت هنا. طيب نقطة دور انت. يلا هانز يا صاحبي يا هانز ما تطولش. طيب خلاص خبط بالادب مفيش. ده الليل جه. الليل جه يا جماعة. طيب هل الباب ممكن نقفله؟ طبعا كده كده أمان عامة بسبب اللمبة البنفسجي العظيمة دي. طيب أستاذ هانز عامل خطورة. Water? This isn't water. Oh, that moron must have taken the wrong bottle again. Forget his own head if it weren't stuck on his shoulders. Hey, what did you mean by the wrong bottle?
He always takes a little rocket fuel with him when he goes hunting. But the booze is right here. That means he's got water. Where is he? And what business is that of yours? The water he got from Julian. It might be contaminated. He's hunting at this... the military tower, a few hundred meters west of here. Unless he's at the courts. I'll go to the tower. You check the courts, fast. Wait, wait! Take the booze with you, in case he's already drunk some of the water. I bet what's in this bottle will kill whatever's in that one. يا جماعة في خطورة في المية دي. بتوتر. أستاذ هانز اختفى برضه. أستاذ هانز عامل دوشة يا جماعة. أستاذ هانز هو ده أستاذ هانز هنا ولا مين ده؟ ده فايند هانز إن ذا فيفورت هانتنج سبوت. ماشي يعني الراجل عنده مكان كده بيحب يصطاد فيه. فتعالوا نخرج بره نروح على المنطقة المفضلة بالنسبة له. في زومبيز وبتاع. ماشي امسك اصلي. برافو. مع السلامة. تقعد تترقص لي انا ناقص. خدنا منك مصلحة برضه كويس. السلامة على الدوشة. الحق الحق. اوبا انت ايه اللي في دراعك؟ وقعت ليه؟ حلو ماشي برافو. يلا يلا احنا رايحين اهو. اوبا. طيب واحدة واحدة بالراحة بالراحة بالراحة. لا بسرعة لا بسرعة 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 بسرعة. اهو ده اللي بيجري. ده اللي انا عايزه تصدقه. اللي بيجري هناك ده اللي انا عايزه. هانز هانز نط. هو ده الفرغلوس ده اللي انا عايز الم منه الاخير. بس سلام كده. انا اخدت منك حاجه من الحاجات اللي سرقتها. انت مش انت هو الكاركتر ده التاني البوتلر ده اللي هو بيجري؟ بس سلام. بص يا جماعه ضرب ضربه درس. اما يا جماعه يكون معاك سلاح جامد في اللعبه دي بصراحه. استنى بقى جهز. وممكن تعمل حاجة لطيفة. ممكن يكون حد مثلا تخش تلعب معاه فيظبط لك الأداء يديك سلاح من عنده. ده ما تخلى أستاذ هانز. Hans, hello. Hans, are you Hans? What do you want? Did you drink any of that water? Goddamn right I did. Tasted like piss. Ah, shit. That may have been poison, Hans. One sip, then I spat the shit right out. Must have mixed up the bottles again. Whatever. Whatever? Are you usually this calm about being poisoned? Who gives a shit? Not my wife, I bet. Don't think she loves me anymore. ماشي. طيب هي قالت ان انت تشرب دي بقى عشان دي تعالجك. Take it. Your wife said chug. Drink it already. Bullshit. What? My wife said that. My Anna.
She thinks the alcohol's strong enough to burn the poison out of your system. Ha! My woman. So she loves me after all, despite her bitching and moaning. And they say romance is dead. Here, for making my day. And maybe saving my life. Look, you need any help getting back? Nah, I'm good. Me and this bottle of booze still got some work to do. ماشي. طيب نروح فين بقى؟ نرجع للريبورت. احنا خلص مع الاستاذ هانز. نرجع للريبورت. في حاجه انا ممكن تتاهل؟ ماشي كده. محتاجين نرجع نعمل ريبورت يا جماعه. بس تعالى بقى، طالما احنا في المنطقه عاليه كده، نعمل بحث، صح كده يا جماعه؟ عشان برضو اهي شفتوا. السلام. انا بحس يا جماعه بال اهو هنا 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 ننزل اهي. ايوه يبقى اهي. سلام. ديسكفرد اكتيفيت السيف زون. ماشي. هنا في واحده ثانيه. لا كده 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 كده. لا اهي هنا اهي. ايوه اهي اهي اهي. الله. ايوه بس كده. شكرا. حلو كده تمام يا جماعه. ممتاز. حلو الكلام ده. طيب تعالوا بقى نعمل الميشن دي. نكمل نروح نعمل ريبورت للأستاذ العظيم البزار، عشان نفهم. ممتاز. طيب يلا بينا كده. يلا بينا. على إذنك أستاذ هانز، أنت عملت دوشة وعمل حركات انت برضو. مش فارق معايا، قلبي ميت ولا ايه؟ فاكر كده ازاي؟ ممتاز جدا. مين ده يا جماعة؟ ده في كاركتر، شوفوا عامل ازاي؟ انا ملحقتش اشوف، بس شفت ان هو لونه جراي. نهار ابيض. ده مين ده يا جماعة؟ طب ايه؟ فين نلاقيه؟ فين تاني ده؟ مساء الخير. لا 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 لا. نهار ابيض. ده انا بنط بانتحار. عارف بقى الموضوع ده. لا 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 تاني. لا تاني. لا مساء الخير. يا اهلا وسهلا. ايه المكان ده؟
هذا الكامب فاير هو ذا الكاركتر اللي احنا عايزينه لو ندور عليه هو تقريبا صح اللي في تمساح ولا ايه بصوت لورايا ده صوت عجيب جدا كان صح السلام عليكم ولا ايه هو انت مش هو صدقهم ايه بقى دول بقى ايه ده في ناس بترمي حاجات ايه الكاركتر ده في كاركتر عم بيرجع عليا صح شكرا يا استاذ فين بقى ايوه دول ده مين بقى اللي بيرمي ده هتلاقي اللي بيصرخ ده فين بقى في حد طلع لي مين ده انت مين بقى انت اللي ضربتني وموتني انت اللي ضربتني وموتني سموتك تعال يا حبيبي ناخد منك حاجه بقى في كريسماس سويتس انت معاك كريسماس سويتس معاك حلويات بتاعت كريسماس مش عيب عليك مع دواء طبعا عايزين نعرف البتاعة دي فين شي ستارتر ليه دو بس مين بيجر ورايا طب انا مش عارف ابص ورايا بسرعه قبل حد يمسك رجلك حد يضربني من ورا ان شاء الله بقى انا اسرع فوق بسرعه قبل الاستنى تخلص هتقدر بس برافو اطلع فوق فين بقى اللي بيجري ورايا بس سلام ماشي سلام المكان اللي انا واقف عليه ده فاكر يا جماعه مكان استنوا كده ده مكان زي مستشفى ولا حاجه فده مكان ممكن يبقى فيه تصدقوا بس دارك هولو اسمه لوت سورس الله داركنس برينجز اوت انفكتد مش عارف ايه الكلام ده كله ماشي ليفينج بريشس فاليبل بيهايند ان ذا نست يعني تحت المكان ده يا جماعه في نست تصدقوا انا هخش نست يا جماعه يعني المكان اللي بيعيش فيه بس بيقولك بالليل هما بيخرجوا بره فدي برضو ميزه فلما خرجوا بره بيبقى المكان هنا فاضي ده على حسب كلامهم يعني طب بس طبعا انا مش فاهم اصلا الله فيها بيضربني مين حضرتك؟ انت بني ادم طب يلا انت جاي منين ده اللي سلام لا خلي بالكوا ده انا جامد قوي طب ايه ده احنا خدنا حاجات حلوه نفسي مين ده سلامة افتح يلا بس كده جزم ماشي اكيد حاجة valuable يعني في حاجات تحت كتير شايفين طيب تعال ننزل ضربة جامدة جدا ده اعمل دي
فين انت؟ انت اكيد معك حاجة. انت فين؟ ايوه انت معكش حاجة الفاضي. ماشي حلو. انت في حاجة هنا؟ ايه؟ نفتح الصندوق ده، في حاجة حلوة جوه هنا. يبقى الناس دي دخلت جوه لما الزومبي استلعب بره، برضو دخلوا يسرقوا في المكان كده زي ما انا بعمل. هنا بقى بصوا، كل وزان خضراء وزرقاء معناها في حاجات عظيمة. ذهب اهو، ذهب 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 هنا اهو. طيب في حاجة تانية، مولوتوف. ماشي نفتح، بس انا مش لاقيين عايزين نشارك في المشن الكبيرة، فمش عارفين نشارك فيها. لازم نقفش واحد واحد من البوتلرز. دول نادين فين؟ في منطقة هناك مليانة، شايفين؟ كويس انا خدنا عشان اعمل اهو. في باب هنا هارد بقى، شايفين؟ اهي بطلت فايبريشن حتى. اوش هي هنا كده، الحمد لله. استنى بس نفتح هنا الاول. ممتاز راح. ايه اللي هنا؟ حلو يفتح. مش هسيب حتة، مش هنسيب حتة يا جماعة. دي هارد. خدنا وورد مانيوال، خدنا مانيوال. المانيوال ده اكيد بيعلمني اعمل حاجه معانا في الكرافتنج بقى ولا حاجه، هنعرف كل حاجه هنعرف. في صندوق هناك ده ذهب كتير قوي. انا على فكره موافق، انا شايف تقريبا انا كده يعني فضيت المكان خالص. ها حد يقول لي كده يا جماعه لو في حاجه ناقصاني؟ ده الأستاذ ريبورت باك تو ذا بازار، أستاذ قريب جدا. ماشي ضغطنا حاجة فوق اهو، افتح. ماشي في حاجة تانية؟ مفيش. ده كان بيت بقى ده ولا ايه؟ مش عارف. برافو علي، حلو لمينا لما حلو بصراحة. ده كاركتر من اللي انا قتلتهم. فين بقى؟ فين؟ مش كان في ريبورت باك يا جماعة؟ اهو ده ريبورت باك. الله في ده برضه زين. مش هو ده بقى ولا ايه؟ يا نهار سنيني، يا نهار دلوقتي عندهم. اطلع بسرعة اجري. ايه رب رب رب، عايزين دوشة ولا صريخ بقى ولا حد يعرر؟ يعني هما بيجروا بيقعدوا بقى يصرخوا يعيطوا. ايوه ده البازار ده جوه يعني. ماشي فاكر الاضراب ده اللي كان بيرجع عليا تقريبا. واو فين الاستاذ اللي كان بيرجع؟ هو وقع ولا ولا يهمكم ولا يهمكم. انا مش هعمل حاجه، انا مش هعمل حاجه.
بس شفتوا بقى الشيء اتطردت ازاي؟ في حاجة فوق هنا بس انا تقريبا انتمعت، فربنا يستر عليا. Infected defeated. ان انا بقتل فده هيحسب لي في الاكس بيز كتير جدا عشان بالليل، فبيبقى السكور دايما في 2. فايدة ولا ايه؟ ولا الطمع ده راح على الفاضي ولا ايه؟ هذا انا بموت. طيب طيب اجري اخش جوه. باي باي. ريبورت باك بقى، الراجل قال لك ريبورت باك للايه؟ للناس العظيمه دي. Aiden. What's going on? Bevan's husband is dead. Christ. Julian's been accused of murdering him by poisoning his water. Aiden, please tell them it wasn't me. What's in it for me to say anything? A clear conscience? Though, I hear not many pilgrims can claim one of those. Aiden, please, don't make this a negotiation. A man has died. Julian is innocent. A viral fell into a supplier's storage tub. The guy drunkenly sold Julian contaminated water. It wasn't a murder. You'd swear to that before the council? هو اللي كان ظالمينه بقى ان هو بيبيع ميه مسمومه، طلع الموضوع بقى ايه بسبب خلل الراجل اللي احنا رحنا له. هو اللي عملها اللي هو ماركو. ان ماركو ده كان فاكرين قال لك قول بقى ان مش عارف ايه بتاع انا عايز البسها لده. Thank you, Aiden. Half of my flour is yours. شكرا جدا. The flour mixed with plaster. Huh? No. Where'd you hear that? Oh, yeah, so once, but, you know, it... Now keep the plaster. Just pay me and we'll be even. All right. I'll tell Bevan what happened. شكرا جدا ليهم. احنا بقى ايه نقفل كده؟ احنا زبطنا تظبيط عالية جدا، خدنا اسلحة حلوة. New skill, combat wise. واو. في هنا حد... هنشوف بس في الجورنال هنا ده ايه اللي عايزني ارمي عنده. ايه دي؟ بوكا unfortunate one. باكا knows if you've been naughty or nice and enemies. Oh wow, what's that? Naughty helper better roaming the streets demolisher. Oh wow. اوكي تعالى يا جماعة، معلش انا سخنت ان انا اطلع اشوف الموضوع اللي بره ده. Not
واضرب مرتين بال. هل ودي عايز تمن 200؟ اوكي اه ذاتس نايس. ممكن انا ما اخدش دامج وانا بنط، ودي انا بعملها كتير. طيب تعالوا نشوف البتاع اللي ورا ده يا جماعه، ايه الموضوع ده؟ بتعمل ايه؟ انت زومبي؟ توك تو هير. طب ايه بقى ده يا جماعه؟ وينتر تيلز. دي الحاجه اللي معموله مينلي عشان الكريسماس. لكن also if you have been naughty or nice and enemies have been extra naughty stealing holiday sweets. ماشي. Prove you should be on the nice list. Hunt down the enemies, collect the sweets they stole and return them to Baka in exchange of presents and other Christmas themed rewards. Infected carry some sweets. أنا خدت sweets على فكرة من infected. Naughty helper, better roaming the streets. Uncle Snow, ماشي. والبولترز why not only who not only stole candy but also presents. ماشي. Returning the sweets back will not only reward you with some Christmas themes weapon gears and stuff, also offer a new type of item called packages. You can open these secret Santa styled presents in the inventory holes. Okay. طيب الراجل ده معاه حاجات يا جماعه لذيذه. ديلي باونتيز. اكتيفيت باونتي، اكتيفيت باونتي، اكتيفيت باونتي، اكتيفيت باونتي، نعمل اكتيفيت. والويكلي كريسماس سويتس ريكفرد. نوتي هيلبر بايترز سلين. انكل سنو ديمونيوس سلين. ماشي. وده بقى نوتي هيلبر. نوتي بولتر كريسمس سويتس ريكفرد باونتي. لا هي دي بس كده. وممكن ناخد ده وناخد ده كمان. بس تلاتة حلوين دول. ماشي. كل فول هيرب لحد ما انا اخش معانا الليله. بصوا يا جماعه بقى، كونسيومبلز سمول بريزنت وبيج وايلد شيب. كل واحدة من دول بقى ايه؟ باكجز جديدة. في كمان لبس جديد بريفيو. اوكي نايس. وفي بقى الحركات دي. حلو الكلام ده. طيب الراجل جه معانا بقى يا جماعة؟ في حد جه معانا نرحب بيه ولا ايه؟ خلاص ماشي. عندي ميشن. Which one is this? The arrival. The story quest. Fighters have started dying in Carnage Hall. وانا مش انا خد سويتس. اطلع برا يعني. Are you going to the Carnage Hall tournament? All the greats will be there. ما ضربتك ولا انت ما تضربش ولا ايه؟ مساء الخير. لا فعلا ما اعرفش اذا كنت المفروض تضرب ولا ما تضربش. فين اللي انا عايزه؟ بس يا بابا بس. خليها بقى دي يا جماعة، نتعايش معاها الفترة. انا محتاج بس ان انا
ده من ناحية تانية. طيب هنا في حاجتين، في صندوق بتاع في الأرض، ودي حاجة طبعا لطيفة جدا. كريسمس سويتس يا جماعه، لميت اهو، لميت كتير كمان. فتحت. الله 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 الله، هو انت فين؟ انت فين بقى؟ انت عامل دوا. انت فين؟ رحت فين؟ في حد ضربني وجري. نروح بقى. لا ما مش هروح بقى، كتير ورقه بقى. سلام على عين تحت، جثة عامدة، وجبة غازية، مغذية قصدي، للزومبي تحت. سلام. هما الزومبيز يعني يشيلها لي جميلة. راجل محترم والله يا جماعة، ما تنصحش يعني لما نلاقيه بعد كده ما ينفعش نهاجمه. خلاص بقى يعني الراجل بعت لنا وجبة، وبعدين ما حدش عارف لو بعت له تاني ما حدش عارف. دي برضه بوابة تانية، خلينا نشوف بس دي عملناها ولا لا. ما عملناهاش، شايفين؟ والله مش وحشة دي.
مش دي احنا خلصناها يا جماعه ولا انا بقول لي اي كلام؟ هي ولا لا؟ هي اللي هي هي يا جماعه. وخدت كل حاجة أنا عايزها، ليه لسه متعلمها بالأزرق؟ غريبة شوية. طيب تعالى بقى إيه؟ أنت موضوع كبير. أها واه سودة لو نزلت نطيت من هنا. انزل انزل. أيوة جد. ضربني تصدق ضربني يا جماعة؟ ده انا نازل اساعده. ما يصحش كده، ما يصحش. لا 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 عيب، عيب جدا كمان، عيب جدا. ماشي انا غلطان يا سيدي. طيب المكان قريب مننا 143. امسك 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 في اي حاجه. ايوه كده اطلع بسرعه فوق، اعمل اي حاجه في حياتك. في ايه تحت؟ عيشوا بقى حياتكم بقى. انا غلطان، ساعدتكم مره وانتوا طردتوني. Guys need help? We'll be fine, thanks. What happened? We heard a rumor about this garage. We thought it'd be an easy score, but we were wrong. Dumbasses. Hey. Hey, at least we got far enough down to start up the old military generator and juice up some UV lights. So what happened then? Further down, the underground parking is fucking swarming with infected. Barely made it out of there alive. And then part of a wall collapsed on Jonas on our way to the surface. Well, you won't mind if I give it a try, do you? Knock yourself out. But it's probably not worth it. Unless you want to end up like me. Or worse. Yeah, I gotta make good on a promise. Here. If you manage not to die, maybe you'll find use for these. We sure ain't going back. Okay. Not that way, at least. Well, thanks. Hold this. ماشي. You hear those noises downstairs? يعني انت عايزني اروح اعمل الليله دي؟ طيب هي دي انهي ميشن بقى؟ دي سايد كويست البون. اوكي فايند ذا جي ار اي كونتينر ان ذا اباندنت كار بارك. او واو نايس نايس. That wheeling? Yeah, like peacocks singing the hallelujah chorus. Must be howlers. They don't attack on their own, but bring other infected running. You think it's all clear? ناخد اي حاجه. One shriek and a wave of infected appears. نوع كيس زبالة مش مشاكل. طيب يا جماعه دي دخلنا جوه، قال لك المكان مليان بالزومبيز. فين فين
اعمل ايه حضراتكم؟ مش كده؟ انا جاي من هنا. turn off. Why turn off? لا طبعا turn on. المهم عشان يشحنني انا شخصيا. بس كده. طيب اكيد في مدخل سري او حتة. طيب وانا كده ماشي كويس. صح كده ماشي. شيزام ماشي. واو حاضر ما انا عارف يا اختي ما انا موجود هنا عشان كده. طيب يا جماعه بس تعالوا عايز احمي ظهري بس والله انا بتبهدل. الزومبي اتبهدل. ابعد عني بقى عايز كتير يجي يقولي مرة واحدة. 3-4 لان البتاع اللي بضرب بيها دي بتضرب ما شاء الله ضربة جماعية زي ما بنقول كده. هتبقى ضربة واحدة. تعال انت تافه جدا. تعال بس كويس. تعالوا هذا متروس المكان يا جماعة. تعال انت مجنون. تعال ليه محقق يا جماعة مكان مليان. سامع صوتك. سلام. بس حبيبي طيب يا جماعة واضح كده ان انا لازم هقفل عشان هو بيسجل ساعة بس وبعدين نخش الفيديو. ماشي مش عارف انتوا اصلا تبقوا مبسوطين عايزين تكملوا معايا الحتة دي لان الحتة دي رخمة جدا بصراحة وشكلها حلو بصراحة. ماشي تابعوا معايا بقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نخش نكسر الدنيا ان شاء الله. نلملم بس هي دي فرصة اصلها الشنط والحاجات دي مهمة جدا. انا عايز اخلص من ده. السلام يا بابا. السلام. تعال باي باي. عداني في صوت حد. خلينا يا جماعة نكمل في الفيديو اللي بعديه. متنسوش. يلا بينا.